فرقة لبنانية، فرقة الإكسيد، ريبورتاج لماريان صحيح. بين تنين الثاني وأيار 95، أكثر من 9 شبان لبنانيين أقدموا على الانتحار، ولأنه البعض كان يسمع موسيقى هارد روك، استخلص جهاز الأمن عن علاقة مباشرة بين هالنوع من الموسيقى وعملية الانتحار. بتصور يمكن لو حدا انتحره ما كان يمكن أهله عنده مركز اجتماعي، يمكن ما كان حدا سمع بالقصة، كيف؟ بس يمكن ثابت الانتحار هالمرة حدا مهم يعني، وحبوا يخبوا يمكن على مشاكل خاصة أو مشاكل عائلية، ودزق القصة بالهارد روك. ما بعرف إنه ليش منعوا الهارد روك، مع إنه هلا سديات كل السديات عم ينعوض تفوت وهيك، نحن عم نلعب روك وكتر خير الله يعني، ما هذا عم ينتحر من اللي عم يحضرنا لحد هلا يعني. طلع قرار بسحب من السوق ديسكيت لفرق مثل النيرفانا، البينك فلويد، الغانز ان روزز، الايرون ميدن وغيرها، بداعي التحريض على عبادة الشيطان. مهزلة وعيب يعني عن جد. يمكن بده يمشوا الروك من وراها انه، ومش كتير ماشي بالعالم كله، بس ما بعرف انه نوع من دعاية حتى العالم يحكوا كتير بالروك. في اشاعات بتقول انه اذا بعض الديسكيت انسمعت بالمقلوب فيها رسائل شيطانية، ولكن ما وجدنا ولا ديسك من هالنوع. اما بخصوص الانتحارات اللي عم بتصير، الشباب اللبناني حسب بعض المختصين بحالة انهيار صعب وخطر. يكون مهيئ ينتحر تحت اي ظرف بده ينتحر، انه ما بعرف ليش صار فيها العلاقة بين الاثنين، انه ما كان ما عم بلاقي اي رابط معين يعني. موسيقى الهارد روك هي موسيقى ثورية بتدعي لرفض المجتمع، وغنية اوزي اوزبرن سبيك اوف ذا ديفل أدت حسب جريدة لبنانية ل 34 انتحار بأمريكا وكندا، وفي دعوات لمنع بيع الديسك بالسوق. أما فريق النيرفانا اللي منه انطلقت القضية انبيع 2000 ديسك بلبنان بظرف سنة. بهالمسألة الخطيرة اللي نحن واقعين فيها، مهم إنه نعرف وين توقف مسؤولية المجتمع ووين بتبلش مسؤولية موسيقى الهارد روك الشيطانية. الشيطان انه بدك تحكي من زمان، من العصور القديمه يعني، اذا بنحكي فكره الشيطان يعني، وقت يمكن ما كان في هارد روك مضبوط، انه ما راح يجي ينطرد العالم اغنيه هارد روك لتيجي توعيهم انه في شيطان. نشكر فريق الاكسيد يلي استقبلنا عنده، واللي موجود معنا ايضا ليلى باستوديو شاطر يحكي، بنرحب